انا محمد النني، والنهارده جاي اكلمكم على الكوره في مصر وايه اللي بتعنيه الناس. في مصر يعني خلينا نقول اللي هي بتاثر في ناس كتير جدا، بتاثر في ناس كتير، بتاثر في دايما الناس اللي هم المسؤولين في مصر بيقولوا لنا الكلام ده، بتاثر في الناس في مصر، بتاثر في اقتصاد البلد، بتاثر في الحاله العامه للبلد، بتاثر في كل بيت، غني فقير، ما بعرفش الكوره، كل حاجه بتاثر. لما منتخب مصر بيكسب بتحس ان البلد كلها مبسوطه وكله عاوز يشتغل وكله عاوز يتعب وكله، بالعكس ده يعني لا قدر الله حصل اي حاجه للمنتخب ولا الفريق بيحبه فبتاثر عليه في شغله، بيروح الشغل مش عاوز يشتغل، بيروح بس لما المنتخب بيكسب كله بيروح مبسوط، كله الحالة العامة بتبقى في مصر بتبقى مختلفة جدا يعني. حقيقة عندنا في جيل قبلنا خد 3 أمم أفريقيا ورا بعض، والجيل ده يعني عمل كل حاجة يعني، الناس عارفة عمل كل حاجة، راح كأس القارات بطولة أفريقيا وتعب، واللي هم وصلوا كأس عالم وما حصلش نصيب برضو. أكيد إحنا اتعلمنا، أكيد إحنا اتعلمنا من ده. ومستر كوبر طبعا شاف قبل كده إحنا ما قدرناش نوصل ليه، والحمد لله قدر اللي هو يعالج ده. وإحنا ما نقدرش نقول الناس التانية كانت بتعمل حاجات غلط يعني، بس يعني ما حصلش اللي هم وصلوا، واحنا الحمد لله قدرنا اللي احنا نوصل. فاكيد ربنا شايف اللي احنا ممكن يكون تعبنا اكتر، ممكن اشتغلنا اكتر. مستر كوبر شاف التصفيات بوجهة نظره هو، والحمد لله قدر اللي هو نصعد كاس عالم يعني. بس الناس اللي قبلنا بجد يعني، بجد انا لعبت معاهم يعني حضرتهم في اخر فترة ليهم، ما ولعبت تصفيات قبل كده كاس عالم برضو قبل التصفيات دي، وما وصلناش، بس يعني ما كنتش شايف ان احنا قصرنا في حاجه برضو، بس ما اعرفش يعني، ما اعرفش بالظبط ايه اللي كان ناقص عشان نوصل لكاس عالم، بس يعني بجد حاجه كبيره جدا وحاجه حلوه جدا ان احنا نوصل بالجيل ده كاس عالم. الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل برضو بطوله افريقيا، وكان بقالنا 3 سنين ما وصلناش، وقدرنا ان احنا نوصل الحمد لله، وصلنا النهائي. والجيل ده برضو يعني كان نفس الجيل برضو وصلنا بيه أولمبيات، وكان بقالنا 20 سنة ما وصلناش أولمبيات، والحمد لله برضو نفس الجيل ده قدرنا إن احنا نوصل أولمبيات، كان بقالنا 20 سنة ما وصلناهاش. فالحمد لله يعني مبسوط جدا إن احنا عملناه يعني، والإنجاز ده، وفخور بكل حاجة احنا عملناها يعني. هو قبل الماتش اصلا، قبل الماتش الاخير كونغو، انا كنت بحلم طول الليل، كنا بنحلم كلنا طول الليل ان احنا غانا اتعادلت مع اوغندا، كنا بحلم طول الليل يعني ازاي لما الحكم يصفر واحنا وصلنا كاس عالم. ده حلم كبير جدا، والمصريين كل المصريين عارفين قد ايه الحلم ده، وازاي لما جات لنا ضربه جزاء اصلا كل اللعيبه فرحت، يعني كان ضربه جزاء دخلت اصلا واحنا خلاص صعدنا يعني، ما كان لسه ما دخلناش جون يعني. ضربه جزاء دي انت الناس عارفه اللي هي 50% و50% يعني، جون كل 50% واللعيب له 50% يعني، ما الناس فرحت كاننا وصلنا كاس عالم. قد ايه يعني شفت الفرحه ديت، الناس بجد كانت محتاجة ان احنا نفرح حتى لو بحاجة بسيطة، اللي احنا اللي جبنا لسه ضربة جزاء في وقت صعب جدا طبعا، بس لسه ما جبناهاش جون عشان نفرح الفرحة دي كلها. بصراحة يعني فرحة كبيرة جدا، ولما اتأكدت ان احنا وصلنا كاس العالم لما الحاجة مصفر اكيد الماتشات دي بتبقى يعني ما تعرفش في ايه فيها، ومش عارف ممكن في اخر لحظة ممكن يحصل اي حاجة لا قدر الله، بس الحمد لله ما حصلش حاجة. بس لما اتاكدت ان الحكم مصفر فتاكدت ان احنا وصلنا كاس العالم، حسيت بشعور بجد عمري في حياتي ما حسيته، وفرحه عمري في حياتي ما فرحتها، علشان تعبنا وعلشان وصلنا الحلم. كان ناس كتير تعبت اللي هي توصلوا وما حصلهمش نصيب اللي هم وصلوا،
وربنا ادهالنا احنا، اكيد اكيد ربنا شاف فينا اللي احنا نستاهل، واللي احنا تعبنا اكتر يعني عشان خاطر نوصل كاس العالم يعني. For more videos, subscribe.